إذا نسي الإنسان دعاء دخول الحمام قبل الدخول، فهل يجوز أن يقوله في قلبه بعد الدخول أثابكم الله؟ الحقيقة أن ذكر إنما هو باللسان، لكن إذا أراد أن يدخل محل قضاء الحاجة المشروع له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، والحديث في الصحيحين، وهو من أحاديث عمدة الأحكام. لكن لو نسي ودخل فلا حرج أن يقولها بعد دخوله للموضع قبل أن يجلس على قضاء الحاجة.